ما عندناش في عقيدتنا اتكال على البشر. الإنسان ضعيف والإنسان يميل للخطأ، ويظل الاتكال على الله وحده لأنه خالقنا، مسؤول عننا، مدبر حياتنا. نثق في الله ضابط الكل، كل شيء يضبط في يده، ونثق إن صلواتنا مقبولة أمامه. وعشان كده بنمشي ورا تعليم الإنجيل، الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، والرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. وكلما الواحد علاقته بربنا أقوى، كلما ثقته في ربنا زادت، وما عادش بيتكل لا على بشر ولا على علم ولا فلوس ولا إمكانيات ولا صحة، إنما تبقى عينيه دايما للسماء واتكاله دايما على ربنا.